دكتور عدنان بعد سنة ايش بتحكي لهم؟ بعد سنة مش بعد يوم ويومين. احنا كأنه الحدث امبارح، طبعا لم يندمل الجرح، وكما غرقوا الأطفال في الماء احنا غرقنا بالحيرة والأحزان. نعم. الدولة تمتلك الأدوات، عندها ملف أنا اطلعت عليه يحتوي على صور لجوجل قبل الحادث وأثناء الحادث وبعد الحادث، في أسرار مخفية. اطلعوا يا جماعة، واجهوا الناس بالحقيقة وحطوا الحلول. نعم. ما تضلوا تدفنوا راسكم زي النعامة في التراب، اطلعوا واجهوا الناس وقولوا احنا أخطأنا. انت ما بتقدر تصلح ما لم تعترف بالخطأ. طبعا. انت الذنب لما بتستغفر بتقول انا اذنبت يا ربي وسامحني، اذا ما اعترفت بالذنب وين التوبة؟ وين الاستغفار؟ وين الإصلاح؟ اعتراف بالذنب فضيلة. نعم، ما راح يصير فيه إصلاح. مبدأ المحاسبة والمسؤولية غير موجود عندنا في الأردن. فلما تيجي أنت في حدث ضخم جدا يودي بأرواح 22 بريء ما يغير شيء، متى بده يصير تغيير؟ فاللي قاعد بنهب واللي قاعد بسلب واللي برتشي واللي ببني جسر بغش فيه وبوقع تاني يوم، واللي المفروض يعمل شبكة صرف صحي بتغرق البلد في شتوى، هذا كله لن يتغير طالما ما شافوا واحد تحاسب. صحيح. وإذا ما حدا تحاسب على كارثة ضخمة زي اللي صارت معناته ما راح يتحاسبوا على الباقي. صح. أكيد. يعني أنت بتيجي بتعوض على بضاعة ستوك في سقف السيل، بتيجي بتعوضهم بملايين، وأرواح راحت ما عوضتهم بكلمة. إحنا الآن مطالبنا أن يتم الاعتراف بالحقيقة، يتم تقديم الاعتذار عن الخطأ اللي ارتكب، يتم منح شهادة شهيد للأطفال والكبار، في معهم كبار كمان طبعا. يعني في أحد رجال الدفاع المدني توفى وتارك أطفال وراه. طبعا. نعم. هذا يجب أن يمنح شهادة شهيد والأطفال تمنح شهادة شهيد أقل القليل. احنا طلبنا من أمانة عمان بتسمية أحد البلديين باسم شهداء البحر الميت، كما بعض البلديات الصغرى مثل مزار الشمالي قامت بجعل ساحة كاملة سمتها ساحة الشهداء، ووضعت فيها جدارية عليها صور الأطفال وزينتها بالورود والأشجار. طلبنا من أمانة عمان، لكن للأسف حضرة الأمين تبعنا بيعرف يكرم الفنانين والفنانات لكن ما بيعرف يكرم أرواح الشهداء. طلبنا تسمية شوارع بأسماء الشهداء، جبر خاطر. أكيد. جبر خاطر للأهالي. إيش وجهة نظرك يا أمين عمان؟ أنا بكلم الشوارع بهالصة. طلبنا أكثر من مرة تسمي ميدان باسم شهداء البحر الميت. في كتير قطاعات خاصة عملت نصب تذكاري للأطفال. صحيح. كتير. وتم تجمعت عليها الأهالي. احنا بكرة في عنا حفل تأبين لمرور سنة كاملة على الحادثة. وتغلبنا كتير في الحصول على الموافقات. يعني انت تصور انت بتطلب تأبين، عارف شو التأبين؟ التأبين هو ذكر الميت بالخير والبكاء عليه، هذا هو رثاؤه. صحيح. يعني ما بدها هاي موافقة أصلا، لكن للتنظيم وللإشعار تقدمنا بطلب موافقة. أخذت معنا الشغلة أكثر من شهر ونص، وإحنا نتردد بين المحافظ والمتصرف ووزارة الداخلية، وإشي يقول لك هذا المكان يا عمي خطر. طيب خطر أعطيني، أنا أرفض إقامة حفل التأبين في المكان الفلاني لخطورته وعدم توفر الإسعافات. طب ما انت سمحت لباصات مدارس تفوت باعداد كبيره، وكان في اهالي قاعده بتتنزه وبتشوي. اولاد العلي اللي استشهدوا كانوا عيله كبيره جايين حوالي اكثر من 20 نفر، شافوا الاولاد بتصيح في المي نطوا في المي، اطلعوا اكم من ولد وبعدين هم غرقوا، ثلاثه منهم راحوا شهداء. وهذول وعدوا بالتوصيات بتوصيات اللجان برعايتهم. احنا خصصنا لهم صندوق كأهالي وبنساعدهم. يعني الموضوع نيجي للموضوع الثاني اللي الناس بتحكي فيه، هدول الناس بركضوا ورا المادة بدهم يتعوضوا بدهم مين؟ هذا حق، لنكن صادقين. هذا حق. نعم.
حق الآن هذا حق في العالم كله، في الدنيا كلها. حق التعويض هذا حق، إضافة إلى أنه ربنا سبحانه وتعالى ذكروا بالقرآن والدية حق. وبما أن الدولة هي المسؤولة عن أمن المواطنين بغض النظر مين اللي تسبب في الحادث وكيف تسبب الحادث، كان لازم تقوم بواجبها بالاعتذار والاعتراف وأداء جبر الخواطر للأهالي بدفع التعويضات والديات للأهالي. نعم. المصابين، المصابين أخي لما خافوا على أولادهم وشافوا الفوضى ما في سيارات إسعاف، الأولاد اللي كانت تطلع من المي الغريق بيطلع كأنه ميت، لم تكن هناك محاولة أنه يحاولوا ينعشوهم لأنه مش مدربين، اللي إجوا مش مدربين، فكانوا يحطوهم في الأكياس وينقلوهم على المستشفى على أساس أنهم أموات. ناس من الأهالي فتح الكيس على إحدى الصغيرات وبالصدفة مع فتح الكيس شهقت، يعني كانت عايشة، فالتموا تنين ثلاثة وصاروا يضغطوا على صدرها على أساس أنه بدهم ينعشوها، طلعت كمية ضخمة من المي منها، دليل أنه لم يتم إسعاف أي غريق من الغرق اللي طلعوه من المي، نقلوا على المستشفى كأموات.